أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: فيما يسمى بالإعجاز العلمي، قالوا في قوله تعالى الجوار الكنس إن هذه الكواكب موجودة في المجرة ووظيفتها أنها تنظف المجرة، هذا تخرص وكلام لا معنى له. تخرص الكلام في الغيب وفي الأشياء التي لا نشاهدها لا يصح إلا بوحي منزل من الله جل وعلا، أما التخرص هذا لا ينفع. نعم.